انا بالنسبه ليا تحيد، لان داروا نص نص ماشي مشكل، واخا كنا موافقين عليها في الاول، ما موافقينش عليها في الاول، ولكن دابا ملي قالوا نهار اثنين نهار الاحد غيحيدوها، ودابا ما تلاوش غيحيدوها، تكرفيسه للدراري بصراحه، تكرفيسه. واش الدري عنده 4 سنين وكينوض مع 6 الصباح؟ ما يمكنش، ما يمكنش ينوض مع 6 الصباح وانا عسته للتسعود وحتى للعشرة، راه ما كيشبعش نعاس. وبالنسبه لي انا للتعليم هما اللي مكرفسين، ماشي الاخر، ما عندي حتى شي اشكال، الدراري الصغار هما اللي واكلنا. الاحسن يخليو الساعه، انا رأيي ديالي الساعه الجديده مزيانه لي صراحه، هذا هو رأيي ديالي. عندي التلاميذ انا كينوضوا الصباح مزيانه، كيمشيو بكي وكيجيو بكي، ديك الساعه ما هي عندها حتى شي تاثير بالنسبه لي انايا، من الاحسن تبقى. بالنسبه لهذه الساعه اللي اعلنت عليها الحكومه في هذا الاجتماع ديالهم فهي غير لائقه، لان اولا وقبل كل شيء بالنسبه للتلاميذ ديال المدرسه وعندنا الابناء ديالنا، فهو تاثير نفسي على الابناء. الناس في اوروبا كيفكروا دائما في الشعب ديالهم، انهم هما قرروا انهم نفسانيا اثرت في الابناء ديالهم، انهم غيزولوها كاع بمره. هاد الساعه هادي ما صالحاشنا بتا، ما صالحاشنا حنا كاع الناس كبار، كاع الناس اللي هما مزاولين العمل النشاط ديالهم في العمل، موظفين او مهنيين او 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 الى اخره، فهي اثرت علينا نفسيا. على الاقل غير الصيف مثلا كان ديك شهرين كانت حلوه، اما دابا بسالت. هاد الناس هادو ما تيفكروش في هاد الشعب، هاد الناس هذا يجب عليهم ان يقوموا بمهامهم او ينسحبوا. بالنسبه للساعه الجديده صعيبه على الدراري الصغار، تينوضوا في الصباح بكري ما تيقدروش، يحيدوها من التعليم ويخليوها للاخرين. بحال بحال عنده 3 سنين، عنده بحال بالنسبه للحضان عاوتاني صعيبه للدراري الصغار. انا كان بالنسبه لي انا كنقدر نهضر على الدراري الصغار، اما داكشي الاخر ما عنديش معاه حتى شي اشكال صراحه. الساعه الزايده او الساعه الصيفيه او اللي كيف كنسميها انا الساعه الصيفيه بالسين، لان بالسيف علينا هي صراحه كانت ديرونجينا بزاف، ولكن دابا حاليا ما بقاش كديرونجينا، حيت صافي بحال ولفنا بها، بحال استانسنا بها. وهو اصلا صراحه اللي جينا للصراحه حنا المغاربه راه ما خدامين لا بالتوقيت الصيفي ولا بالتوقيت الشتوي ولا بوالو، حنا خدامين بالتوقيت العشوائي. يعني داك الشيء علاش بحال خلاو الساعه بحال حيدوها، ما كاينش مشكل نهائيا. المغاربه راه ما كاينش، ما تيحترموش المواعيد، ما كيحترموش التوقيت، ما تيحترموش حتى شي حاجه. دير معاه مع 3 يجي عندك حتى 5، عرض عليه العرس مع الوحده تقول له راه كاين الغدا مع الوحده، ما يجي عندك حتى العشاء ما يتحط حتى 12 ديال الليل ويقول لك راه غدا. ما كاينش توقيت نهائي، يعني بحال صيفيه بحال شتويه بحال خريفيه، حنا غاديين وصافي. حنا عندنا ابناء ديالنا حنا كنفكروا فيهم اكثر من نفوسنا. المدرسه ما كاينعش لك الدري بكري، الصباح كيفيق بكري، كيفاش غادي يمشي هو للمدرسه هذا الابن هذا؟ راه نفسانيا مأثر علينا حنا، لا الابناء ديالنا ولا علينا حنا، كلنا كمغاربه. وانت غتشوف الردود ديال الشعب ديال الشعب المغربي العزيز الوفي، غتشوف الردود ديالو كلهم ضد هادشي. راه دابا في الواتساب وفي الفيسبوك كل شيء كيتكلم على هذا الباب هذا. الحكومه السيد العثماني يجب عليه ان يتقي الله في نفسه وفي المسؤوليه الملقاه على عاتقه، فسيحاسب عنها، لان هذا الامر راه ماشي سهل.